عسلامة مسيو. عسلامة. حد منا روح؟ محمد علي بن محمد. مرحبا بك مسيو حذانا. بنتي عايشة تفضل. اخترنا باش نحكيو اليوم على أغلبية التوانسة. هل صحيح أنه إشطار الشهرية ماشية في شرب الخمر والتدخين؟ صحيح. صحيح برشا برشا توانسة. أنا نخدم في البرج مثال. عندنا 2000 خدام، فيهم على الأقل 1500 يشربوا يومي. فلوس كل ماشية في الشراب. برج حلق الواد؟ برج في ستام وحدة هي حلق الواد ورادس، نخدموا في اللابرات الكل. معظم الفلوس ماشية غالية صحيح. ومش الكل، فما ما نقولوش برشا، فما كعبات ناس تزازي في عائلتها ما عندهاش الزايد، ما عندهاش حكاية الخمرة واحد. أما الأغلبية عندهم الخمر. يعني معظم الفلوس ماشية في الشراب. ليتهم حاجتين مسيو ديما يغليو في تونس. في مدام الحاكم يقول لك هذا فقير ما عندوش يسكر كل يوم، برا غلي. فماش ما تنقص قولهم الكونتيتي، هذيك هي الحاكم يزمو يزيد وماشي ويزيد في الدخان والشراب. لين تتقضى جملة تولي على الأقل كعبات يبقاو، خاطر زاد مش من المعقول. أنا نعرف عباد والله كذا كنت كباه، نعرف عباد يخلص لك في مليون يخليه في صغار ويمشي يسكر، ومن بعد كي تخنق يمشي يتسلف ويمشي عليه. يعني انت كنت تنزم تعدي روحك مسطور وواحد، هذا هو فهمني. كاو بنتي ايش عندي ما نقول لك، هذا هو وربيته بعد خلق ربي. نحكيو على نسبة العبيد اللي تشرب الخمر في تونس قداش؟ تونس شفاه رجال تونس، فما 7 ملايين 5 ملايين، فيهم 80% يشرب. لا بس عليهم يشربوا فقراء، يشربوا ديكادر، يشربوا خدامة، يشربوا فيهم تقريبا 90% يشرب. قليل ما يشربش، أكثر فئات حتى جوامع اللي يصلي وكعبات. يعني معناها شهريته كي ياخوها ينحي جزء منها ميزانية الخمر. كان لازم ينحي حاجة كبيرة منها. تجي تكلم ويقول لك مزنزن، أنا مخنوق أنا مخنوق. كيفاش الإنسان ينجم يشرب الخمر ويمشي من غدوة يخدم؟ لا عادي هكاك ينجم، خاطر كي اللي يسكر في انا بيدي كنت منه، يسكر يطير عليه النوم صباح بكري يولي خدام يمشي يخدم على روحه، فهمني. هذه بالنسبه للخدم. اما نحن المشكله نتاعنا مشكله فلوس. ساعات واحد يوصل ينقص من الماكله نتاع داره ولا حتى كراه، حتى مازال نهار 5 ونحن اليوم 20، مازالوا جمعتين يرحم رب، يمشي يسكر بهم ويخليهم في كلمه يرحم رب. يجي الكراه وما يخلص الكراه، ويجي العطار وما يخلصش العطار، ومن بعد يلقى روحه مبقي. وحتى كي يمشي يتسلف ديما مخه في الشرب، فهمتني؟ انت معناها كانت عندك تجربه نتاع شرب خمر وتجاوزتها؟ كنت كل يوم نشرب. ادمان يعني؟ والله لا، انا بحكم نخدم في البر كل شيء مسيب غادي، واللي علمني. من بعد شديت فنيتي وحدي وحدي، خاطر فلوس ياما فلوس ماشي. يعني المحيط وقت اللي انت تخدم في البر، يعني المحيط نتاعك كلهم يشربوا؟ شراب. شرب من البر، شرب في الريشوب، شرب في البابور. منين تمشي يا بني عمي شبيه؟ كلها شرب. يعني وين تمشي باش تلقى الشرب. كيفاش أثر عليك شرب الخمر في الوقت هذاك على عائلتك مثلا أو على المجتمع؟ أنا صغير بنتي، يعني وقت صغير. أما كي كبرت وعيد جيت نشوف نلقاها فلوس ياما فلوس. ساعات مثال حتى توا تحتي 500 دينار، بر نمشي نعمل كعبات. تمشي تعمل كعبات باش تحط 150 200. وقتاش تحسهم كي تفيق من قدوة عندي 500 وين نلقى 100 ألف؟ يا ربي وين 400؟ تراجع روحك ما كيفش تلقاه، خاطر علاش جيت تحسب انت مشيت تشرب. والبوابة نتاع الشرب تحل برشا فساد. واللي البوعيلة خويا تأثر على سلوك شخص ولا لا؟ شرب الخمر يعني تباع الشرب يو ردك تتصرف تشوف فيها ساعة ساعة الشرب تجيك مشكلة. ساعات تجيك مشكلة بنتي من الشرب. ساعات تبدا تشرب انت حتى نضيف من مشكلتك تعمل زنزينه وتروح، يجيك تلكش عليك واحد حشاك خرده، فهم. ساعات انت بيدك مثال تصير لك نبزه تنطق، تبدا انت جاي مغلغل عندك اهم حشا بنتي سامحني وتصير لك فازه ساينطق تغزر انت الشرب وين يوصلك. ساعات يوصلك تعمل مشكله. يعني انت شايف انه حرام ومضر صحيا؟ يا حرام من جميع النواحي ومحرم جملي وصحيا وماديا، يعني خسارة 1000%. يمينك يسارك خسارة. بدي محرم أكيد في برشا أضرار. تبيع مضرة بنتي، مضرة في صحتك قبل كل شيء، مضرة في فلوسك، مضرة حتى في احترامك مع العباد. فما شكون مثال طوانا كبير في العمر يجي مثال انتي بنتي جارتي تقدرني وبالقدر كي تشوفني كل يوم مروح
يتلوح وبينه حتى الاحترام يقل هكا ولا كل شيء عمي نقدر فيه عمي نضيف مش هكا حتى الاحترام يتنحى والقدر يتنحى هذا هو. بعد قداش تجاوزتها مسيو؟ ضربت يمكن عامين ونص وما نكذبش عليك صارت لي برشا مشاكل جيت نشوف نلقى روحي نعمل في مشاكل انا ساحي ما نعملهاش نبدا شاد بلاصتي نمشي نعمل قهوه نمشي ندور ما نعملش الشيء هذا كي نسكر نعمل فيه طح علي باش تاثر عليك يعني يا بنتي ماديا ماديا ومشاكل وفي كل شيء صحيا كيفاش اثر عليك؟ صحيا اصلا ما عادش خليك تاكل يكذب عليك خاطر باش تشرب راه دخان وقهوه يحلو مع الشرب هذوما يحلو تكون تتكيف بك دخان وقهوه وخمر مع بعضهم ها وشنيا تحطش صحين غله تعمل التنش شبيك يا بنت عمي راه باكون تكيفوا نهار كامل تمشي تشرب هكذا اربع خمس سوايع تكيف زبك واتي كي بتباعك هذوكم مخزن تفيق الصباح قرجومتك ما عادش نجم تتكلم به الدخان والماكله انت ليمات هذيك تشدها كل يوم كل يوم شهر شهرين كل يوم حتى ميزانك ينقص حتى الماكله تتسقم ما عادش نجم تاكل حطوا لك الدار باش تاكل مخك لبرا لا تاكل لبرا وتمشي لبرا راك ما تاكلش وباش تمشي تشرب كي تنعي والله رجعت فيه الروح ترجع وليت ناكل مليح صحيا وماديا وماديا ولا جيبك ما شاء الله ما عندكش البرشه عندك شويه ما يخليكش تمد يدك ما يخليكش مستحق وقت تاخذ شهريتك روح لداري نكره الدنيا كذا رجل داري هذه هي يا بنتي بعد ما ترجل دارك تبدا امورك يعني ايش تنصح مسيو العبيد اللي مازلت ما تجاوزتش المحنه هذا يا متاع شرب الخمر؟ ننصحو تو بالربي هذه هي النصيحه الوحيده خاطر كي تو بالربي الموبقات هذوما الكل تتنحى معناها كيفاش ينجم ينقص من الاول كيفاش يبطلوا؟ تماشي ينقص مش كيما لغه الدخان كيف باكو ابز الصواقر لا لا يا ابيض يا اسود يا تبطل يا لا ينحيه يكمل فيه هذه لغه صحيه نشرب مثال 20 كعبه مثال بير اليوم نشرب خمسه لا مش ينقص هكاك ما عندوش عزيمه شيء هي باش تشرب خمسه باش يجي صاحبك عمرك ما ريت والله يكبش فيك ابقى تولي يعني ترجع كالعاد يا نحيه يا كمل فيه وباش نحيه حاجه برك يا ربك سبحانه وتعالى يقول لك الصلاه تنهي على الفحشاء والمنكر ابدا صلي وشاي هذا يتنحى يعطيك صحة مسيو نخلي لك كلمة الختام. نشكركم وبارك الله فيكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله أنتم قدوة تونس إن شاء الله ربي يصلح رايكم هذا كي قلت عايش بنتي.